بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن نجمع النوايا قبل صيام رمضان. أصوم من أجل أن يشفع الصيام لي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أصوم من أجل أن أبعد عن النار، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أصوم من أجل أن أدخل الجنة من باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أصوم ليضاعف الله لي الحسنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أصوم من أجل أن أنال ثواب الصابرين، وما أدراك ما ثواب الصابرين؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.